لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم غر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. ايه يلا يا ديبالا يا وحش، حرام عليك يا شيخ. عامر شوف ذا المطعم جامد، تبي دجاج ولا لحم؟ اول شيء انت قليله ادب. ليه؟ داخل الملحق بالجزمه ما تستحين على وجهك. ثاني شيء ما ابي لا دجاج ولا لحم، ابي صدقين وجهك. هذا جزاي بعد اقول انقلعي بس خلك. يلا روحي شو طق مستل بايخ. خذ وانا ابوك ارسل للرجال اللي يقول ليش ما عزمتوني. يابا هذاك فيديو ما هو ملصق، شوف شوف نظرته زي كذا. سليمان سليمان تبغى دجاج ولا لحم؟ نعم 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 نعم. والغدا اللي طبخته من اللي بياكله ان شاء الله؟ كل يوم رز رز رز. بلا دلع بنات، الغي الطلب الحين، ما في مطعم. يا ابوي ايش الاسم الطويل ده اللي ما نعرف اقراه؟ بعدين ايش التشكيله دي؟ شكله لحيم. بدأنا بالتصريفات يا فاشل. اسمعوا اسمعوا زين. الله يها. الله يعطيكم الف عافيه يا شباب، ضيفوا الداعمين ما قصروا معانا. استهلون. وفي طلب واحد يبغى اغنيه مريت وسط السوق حقت نانسي. لا لا امزح امزح. أغنية أنا أحبك أنا أعزك حقت رابح صقر. يلا استهلون استهلون. سجلوا البث ها عشان تسمعونها بعدين. الله. أنا أحبك أنا أعزك أنا باقي على ذكراك، وإذا الله ما كتب تتحقق أحلامك ولا أحلامي. الله يا سلام، شيروا البث شيروه. هاي من فصل النت مو انا ودخلني. يا اخي اهجد انت، البث انقطع. افا قم قم معي. اساسه من قطع النت بتفوز عليه. يا فقي هدالك وربي يفصل عليك. من اللي لعب بالمودم؟ سلامات، من اللي لعب بالمودم؟ ايش فيك انت؟ ما حد لعب فيه. انت لعب فيه؟ لا والله مو انا، قسم بالله. ما اسكت يا خوي، نسمع الخبر العاجل. خبر عاجل وردنا من مصادر موثوقة، انقطاع خدمة الانترنت في جميع انحاء العالم لمدة غير معلومة. اوف 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 اوف. وعلى ذلك تم تعطيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسوق الاسهم والعملات الرقميه. جربي جربي. يعني ما ادري حبكت ينقطع النت يوم اننا بنسوي متجر اركتروني. سبحان الله حظي وعرفه، انا ما عمري سويت مشروع ونجح. طيب الحين وش اسوي بهالبضاعه؟ وين ابيعها؟ وين اصرفها؟ حرج عليها قدام الاستراحة. والله إنها فكرة. قرب يا ولد قرب، على خمسة على عشرة سريح مكياج عطورات. إيه هد هد يا أبو الشباب. يعني ترى ميك اب ما هو بجح. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. حاسب يا صديق. دو ريال. 2 ريال أبشر. شبكة ما في. أجل امسك. صرف 500 ما في. طيب اسمع، كلها ريالين عادي اجيبها لك بكره. ما في قرقر واجد، روح جيب صرف. اوكي لا تنفخ. اوف 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 اوف. رجعت زحمة الصرافات. سيديات، اونو، كيرم، دومينو، روت.
فيديوهات عادي تصرف لي بالشرط واحد تشتري مني بخمسين وفوق ابشر بعزك اوكي ايش الفكك ده يا ابويا التشكيلات كلها قديمه اللعب اوف لاين ابو كل قوم يا ولد قلهم يا طير احوى للمجر ارحموا عاشق حياته في خطر ومن بغى لحمه وباقي له العبار يا بزر صجيتنا ازعجتني خلاص يكفي سلموا لي على اللي سمع حالي وفراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه يا بزر كبيت الشاهي اسمعني اسمعني شوف اقول لك شيء واحد اذا ترقص راح ارقص هناك زين ان رقصت عندي دفنتك في الارض اقرب وجهك هناك يلا من قال كيرم يا عيال انا وش جوك انت والكيرم ترى ما انقطع النت مو محجورين ما هو بشغلك العيال بيلعبون ضف وجهك انت يلا عيال جيبوا المراكي بسرعه ارفع اي حطه تحت كف تعال كفته تعال انا وشكوش وانت وصالح خل ذا السبك يقعد الحالة ايه اقول لكم لو مثلا نعرضها بمكان ايش؟ نعرضها بايش يعني؟ نعرضها نعرضها متى؟ اصبري خلا خلص فكرتي علي صوتك ترى مو بسامعين سلامات سلامات يهو قصروا صوتكم شوي ترى حنا في بقها منا بوسعة شوي ذوق انا اللي قاف يا ابو سعد وانزل من على الكرسي أقول لك على اللقافة ولا تسوين فيها دور المديرة فشلتينا خليها من اليوم ماسكة معها تحريج يعني جتها الفرصة وأنا صادقة والله معليش يعني حنا في كافي يعني فوق شوي هدوء وروقان يعني هدوء وروقان هذا لما كان الناس مشغولة بجوالاتها الحين ما في نت تحملي شوي الإزعاج من جد أصلا من لما قطع النت الناس ما عندها إلا البربرة ستوب 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 اسم خالد حيوان خيل جماد 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 خيار ايش فيك ذكي انا الخيار نبات مو بجماد لا هو نفس الجماد لانه ما يتحرك لا يا شيخه ما تحتسب ما تحتسب امي تقول انزل اسوي قهوه ابوي بيجي ضيوف طب اسمع 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 قل لي جماد بحرف الخاء خشب اخسي الذكاء طالع على اختك بسم الله عليك شيل شيل النقطه خمسة الحقيقه يا ابو عامر أنا جالك اليوم في موضوع بيك تعرف الأسهم وقفت والسوق وقف والبنوك تعطلت والنت تعطل في كل مكان والمطلوب المطلوب فزعتك عندي عمال وعندي شركات واقفة وعندي مشاريع واقفة أبيلي شوية سيولة أبيلك سيولة؟ السيولة والله مخ الفاضي ولا أنا قال لك مالكم الأسهم أنت قاعد تشتغل تبيع وتشتري بالعقار وجيبك مليان إلا تصير مع المساهمين إيش رب أحوالك الحين الوقت هذا مو وقت منن انا الان مشاريعي واقفه والدنيا كلها عندي واطله ما حد يعرف انه اصلا النت هيتعطل في العالم كله هذه 500 ريال من عندي ومن يسرك العشرك تفضل من يسرك نسرك 500 ريال يا ابو عامر جزاك الله خير في امان الله يا المشاريع قال ويا بيتشر ويصير مع التجار هذا نرجع للاستراحه شو تفتي يعني حبيبتي مو انتي قلتي تبين حلا كلي وروقينا والله اللي اختار على درايف ثرو خطير طيب الفكره باختصار يا بنات بنوزع البضايع في بوكسات ونوصلها للزبون مباشره يعني عملية البيع تكون في مقر الزبون نفسه وبكذا إيش؟ بنوفر مصاريف إيجار المحل ومصاريف الموزعين يعني ما يبغى لها شيء شوية جهد وصبر والربح بإذن الله مضمون يعني بياعة؟ بالضبط ويوم إنها بياعة طال عمرس وشولة بوكسات وخرابيط بقشة وقضينا السؤال الأهم من وين بنجيب بياعات؟ ما يحتاج نجيب بياعة حنا خمسة في وجه العدو واحدة فينا تتبرع وتبيع نعم نعم حبيبتي تبيني أنا
أطق باب الناس وأقول لهم اشتروا مني؟ سلامات. رولا معاها حق، أجل تبينا نجيب بياعة؟ كذا زيادة مصاريف ويمكن تنصب علينا. بيان، في حل ثاني؟ بصراحة فيه، بس أبي ثنتين يتطوعون للمهمة. نسويها الحين بعدين اعلمك. بعدني ما افتتح العروضة راح على خريص الزحمات. هذا اول زبون. والله من تبزه هذه الذيبه. أقول وجع بعد وجع أنت الثاني، ترى جايين نبيع إحنا من جايين نطر أنت وراسك. الله يصلحك يا وليدي، أمك فيه؟ أي أمي فيه، من أقول لها؟ قل لها سيدات أعمال يبونس. قايلة لك من أول وشو هذا التهلق أنت الثانية بعد؟ أقسم بالله فضحتيني، وش فهمك بالتسويق؟ ما التسويق بعد. قصري صوتك. يلا تخلي أمشي. تجي؟ هو حلو. كم سعره هذا؟ هذا يا بنيتي ب25، بس عشانس حبتين ب40. وهذه الجلابية في منها مقاسات؟ تبين هلس ولا البنت الله يخليها هلس؟ لنا حنا الثنتين. أبدا بتامرون أنت وهي، بس شوفوا شو ناسبكم. أوه ما شاء الله، وش الأولاد؟ لا ما عندنا شيء للعيال، ضف وجهك. خير إن شاء الله. للعيوم خيتي، قصدها بضاعتنا نسائية، ما في شيء للعيال. اي اشوى هذه بس بخمسة ريال. ولس بثلاثة ريال. وينزل عليه هاك الباكستاني الجريم، رجال ضخم الله معطيه عافية، اكبر من البال. وانا ناصير احلمه ما عندي ابو، وناظر بيده ولا معه هاك العجلة طوله مترين، وانا تحاشاو وابعد عنه وناظروا لأبوها كالعيالين يلعبون بالبراحة، ولا تيجي تاقه هاكلك سنت. قلت يا صديق نصيت وما عندي ابوه أنا. قلت يا صديق، قلت هذاك اللي مخشم موترك هما هلتفت هو وانا هج. خلصت القصة؟ اي هجيت والله قهر. لا لا كمل، بالله عليك كمل. هي لا تكذب علينا، حط شوية ملح شوية بهارات عشان تمشي علينا. ايه سلامات، لا تكذب ولد عمي. بعدين تعال انت، السالفة دي جديدة ما قد قلتها لي. ايه عندي سوالف واجد بس ما فضيت اقول لكم. ايه زي ما انتم عارفين رجل الاعمال ما كان عنده وقت. يا رجال كذاب، اول حياته كلها في التيك توك والسناب، ما عمرك صرفت معنا هالكثر. يا جماعة انا عندي لكم سالفة. يا عيال ما جعتوا. وسالفتي؟ واضح انها خايسة قبل ما تقولها. من قال عشا يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك، بس من الحين اقول لك ماني متحرك. وشلون؟ لازم منه واحد يروح يجيبهن. ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت، المطعم عندهم توصيل، ناس انه فيه ثابت. حلو، امشي لاخر الشارع ثم تدور، تمشي 200 متر يجيك شارع ابن المقفع. اوكي، خش مع يمين يجيك مسجد بيج. مسجد بيج ايه، ثم الخش يمين. اوكي يا ابن الحلال، انت وش وداك للجامع؟ خوي قالك مسجد بيج. مسجد بيج، اسمع، دور دور الله يهديك، دور بعد الشارع هذا 200 متر خش يمين شارع ابن المقفع، بيجيك خوي هناك. يا اخوي وين انت؟ لي نص ساعه راح تريك بذاك. ما علي من طلبات الناس يا اخوي، اوقف عند المسجد لين اجيك. يا شكش خاود. يا عم انا عند المسجد، انت فين يا عم؟ يا اخوي انا عند المسجد ما اشوفك، ونوبه انت. انا واقف عنده بعد المطب على طول. يا خي ما خبر عند المسجد مطب. يا ليل ام النرفزه، انا ما يجوع انت مطب ورصيف، شو بني حل؟ ورا ما تهاجمت الثاني، ما أنا قصك أنا. لو سمحت يا أخويا، اديني وصف واضح، لأني ورايا طلبات تانية وتأخرت عليهم. أوهو، تدري؟ ارجع للمطعم، نبي نيجي ناخذ أطلب من هناك.
هذا احسن شيء سويته، انا ادق على العيال يجون على المطعم. قال ايه؟ قال التوصيل سريع، اخرتها ناكل محلي والشاورما بارده كمان. يلا شباب نعتذر منكم نسكر. طب خلاص قلت كلمتك هذه، وراك واقف على روسنا كأنك مراقب اختبارات. شكله بعد شوي بيسحب الاوراق. مستحيل! شو مالك انت؟ هذه رقمة واتساب. يلا رجع. يس رجع النت النت. الله الله يا هنت اللي ما ادري ادعي لسلامته ولا اقول الله لا يرده. يا من شراله من حلاله عله. I'm not afraid.